تمشيو تكليو مايله لا مولاتي الحادقه؟ دائما معاها الجديد، دائما معاها التميز، ودائما معاها الاطباق الرائعه. فرح قرماعي، اهلا وسهلا بك شيف، مرحبا بك. اهلا لالا جيهان، الله يبارك فيك. صحتك لاباس عليك؟ الحمد لله بخير وعلى خير، الله يحفظك. مرحبا بفرح، ومرحبا بالاطباق ديالك، ومرحبا بالشهيوات ديالك. واليوم غتعطينا شهيوه واجده، المهم الفكره انها واجده والتطبيق يحل الله. ياك لالا فرح. لا اختك على جيهان، يحل الله. غناخذوا من عندك ان شاء الله مروزيه وخبيز ديال العيد. ايه ان شاء الله خبيز مع ما سيدي واش المباركه بعدا. مرحبا، صحه والسلامه ان شاء الله. صحيحه وعافيه. اهلا اختك لالا جيهان. بسم الله ان شاء الله. دونك انا بسم الله نعطيك المقادير ديال المروزيه، لان العيد ان شاء الله على الابواب، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه يا ربي. غادي نحتاجوا بالنسبه للمروزيه 2 كيلو ديال اللحم، الاحسن يكون جيكو. جيكو اييه. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجوا 150 غرام ديال الزبيب، 150 غرام زبيب، 150 غرام ديال اللوز، لوز، العسل، ياك العسل. وغادي نحتاجوا الحليب مركز ديال الكراميل. اما بالنسبه للتوابل غادي نحتاجوا الملح، الابزار، سكينجبير. التوابل الخاصة كتكون نصايبة عند العطار ديال المروزية. توابل المروزية اييه، القرفة عواد والقرفة غبرة. شوية ديال المسكة حرة. نعم. الزعفران شعرة. نعم. والزيت البلدية. نعم. من طبيعة الحال شوية الماء باش غادي نطيبوه. هادشي اللي كاين بالنسبة للمكونات ديال المروزية. عاودي لي عافاك الشيف. أيه مرحبا. الله يكبر. مرحبا. بالنسبة لا لا أختك، بالنسبة للمكونات غادي نحتاج 2 كيلو ديال اللحم، الأحسن يكون جيكو. أييه. 150 غرام ديال الزبيب. أييه. 150 غرام ديال اللوز. أييه. العسل. ها هو شحال ديال العسل هنا؟ العسل هنا تقريبا نوضفوا واحد جوج معالق، لان عندي الحليب، حيت عندي الحليب مركز ديال الكراميل. ها هو حتى هو الحليب مركز كراميل. شحال هنايا في العبار ديال؟ غادي ندير جوج معالق حتى هو. حتى هو جوج معالق كبار. اييه حتى هو جوج معالق. غادي نحتاجوا الملحه. اييه. الابزار، سكينجبير. الابزار، سكينجبير. التوابل الخاصه ديال مروزيه قلنا القرفه عواد، المسكه حره، الزعفران الشعره، الزيت البلديه، وميها ياك لالا فرح. والقرفه غبره حتى هي. حتى القرفه غبره هي. اييه. ندوزو دابا للطريقه. يلا. عاد نعطي المقادير ديال الخبيز. يلا ان شاء الله. يلا بسم الله. بالنسبة للطريقة، في إناء كنديرو التوابل ديالنا اللي سبقنا ذكرنا مع شوية ديال الماء. مع الماء. وكنخليو هاد الحيمة مع التوابل مرقدين، من الأحسن يباتوا ليلة. ليلة. باش يشربوا مزيان هذاك الإقامة. إيه لا غد ليه كنديرو بطبيعة الحال هذاك الحيمة ديالنا في الطنجرة ديالنا. كنمرقو. نمرقو. وكنزيدوا عليها الزيت البلديه. نزيدوا الزيت البلديه. راه هنا بالنسبه للطياب غادي يطلع فيها مهيله على الاقل واحد ساعتين. الا بغينا المروزيه، الا بغينا. حيت خصها العظم ديالها يجي محمر، يجي اللون ديالو حمر. يجي محمر وتجي الحيمه زبده ياك. زبده اييه. اذا ملي كيقرب يطيب لنا اللحم ديالنا عاد كنزيدوا الزبيب بطبيعه الحال غنكونوا وصلناه. نعم. وكنزيدوا العسل. القرفه غبره. صافي العسل والزبيب والقرفه. نعم. والحليب مركز كراميل. ياك. واللوز مشى في الاول. اللوز غنزينو به يكون مقلي. هي الطريقه القديمه صراحه، كنا كنوضفوا اللوز معاها كيطيب معاها، ولكن دابا يمكننا اننا نزيدوه محمر في الاخر. يجي مقرمش، يجي زوين. اييه صافي. كنخليها حتى كتوقف مزيان.
نعم وكنقدموها بالصحه والراحه. ما كتجيش حلوه شويه فرح القرماوي؟ ضروري هي المروزيه كتكون حلوه. لها ضروري مع الزبيب والعسل وهذاك الحليب المركز كراميل كيعطيها واحد المذاق زوين. هذا هو الاضافه اللي كاينه جديده هي ان رائع. رائع رائع هي اضافه زوينه وغيجي المذاق رائع. واللي ما كيقدرش على الحلاوه بوتيتخ ممكن يدير معلقه ديال العسل ومعلقه ديال الحليب مركز معلقه معلقه يجي له قهوه هذا يجي كيعاوني كيعطينا حتى اللون. نعم على التعسيله باش كيجي مزيان. رائع. نمشيو للخبيز. دابا ندوز للخبيز ان شاء الله. بالنسبه للخبيز غادي نحتاجو طحين فورس. ايه واحد ربع تقريبا. ربع. طحين مسمد. 300 غرام. 100 طيسه رابعه 300 طيسه رابعه بشويه. واخا. 300 غرام. معلقه ديال السكر سنيده. معلقه كبيره سكر سنيده. هي كبيره. معلقه كبيره ديال الخل. خل. ايه الخل كيعاوننا باش كتجينا العجينه تشفشى. اييه. جوج معالق ديال الزبده. حيوانيه ماشي نباتيه. ها هي. اييه ثلاثه د المعالق كبار ديال الحليب بودره. حليب بودره. اييه كاس ديال الحليب يكون دافي. حليب عادي سائل. كاس حليب دافي. الخميره خاصه بالخبز يا اما حبيبات ولا معجونه حسب الرغبه. واخا. الماء دافي من طبيعه الحال باش نجمعوا العجين ديالنا. نعم. هنا ما غنزيدو غير بالتدريج حيت ما عندناش طحين كثير وديجا عندنا كاس ديال الحليب. واخا. وبالنسبه للزين غنحتاجو بيضه وشويه ديال الزنجلان. بيضه وزنجلان. والعجينه كيفاش خاصها تكون؟ يعني تكون شويه العجينه العاديه. العجينه العاديه غنعجنو العجينه ديالنا ندلكوها مزيان. تحمد الله. كاينه دابا العجانه دابا سهله. كاينه العجانه اللي عند كاينه العجانه ولا يمكن ندلكوها ونسدو عليها فشي بويطه ونعاودو نحلو عليها غادي ترتاح. حيت كاين البواطات اللي كنخمرو فيهم العجينه. ولا يمكن كاع نديروها في بلاستيك غذائي نسدو عليها تيضاعف الحجم ديالها كتعاوننا في البليك. نعم صافي. اذا ما ندلكوها ما تكونش عجينه خفيفه بزاف باش حيت العجينه شحال ما ارتاح شحال ما كتخفف. واخا. ما عذبناش فين صايبوا الخبيزات ديالنا. اذا ملي نعجنوا العجينه ندلكوها مزيان. غادي نخليوها بطبيعه الحال ترتاح المره الاولى. اييه. حتى يضعف الحجم ديالها. اييه. ملي يضعف الحجم ديالها كنقولوا ديكازي لاباط ملي كنخرجوا منها الهواء. نهبطها بشويه بحال كتفش كنفشوها. اييه واخا. بعد غادي ناخذ القياس ديالي اللي بغيت انا الخبيزات الصغار ما نعاودش ندلكها العجينه ديك الساعه. نعم. صغار ولا مويان كناخذ قريصات ديالي القياس اللي بغيت كنعبرو كنحطو. نعم. وكنقرصهم شويه ماشي بزاف. نعم. نيشان كنقرصهم نيشان في الطاوله غيطيبوا فيها. نعم. ديال الفران. نعم. صافي كندهنوهم بالبيض. البيضه. مع شويه الحليب. اييه. وكندردروا عليهم الزنجلان وكنزينوهم كما بغينا. نعم نعم. وكنخليهم يخمروا مره اخرى عاد كنطيبوهم. نعم روعه الطياب العادي ديال الخبز فرح. اي غير كنرشوه بشويه الماء قبل ما نطيبو باش كيجينا الخبز رطب ومفشفش. نعم. نرشوا بشويه الماء ندخلوا الفران وبالصحه والراحه. عرفتي حتى هذا الخبيز كيفكرنا بالخبيز ديال زمان اللي فيه حبه حلاوه. اي يمكن نزيد الزرارع هو العيد كان بالنسبه لنا هو العيد غير كنشوفوهم كنعرفوا بان راه هذاك هو العيد فعلا يعني من الحويجات اللي كيحركوا فيك الشعور لله فرح القرماعي. حنين للزمن الجميل وما بحال هذا الخبيز بحال هذه الاطباق بحال هاد الاستعدادات لهذا النهار الكبير هذا لله فرح القرماعي. الله يجعلنا دائما من نخليوش عاداتنا وتقاليدنا وما نتنازلوش على هويتنا. لاله فرح القرماعي بهذه الطقوس الجميله. لاله فرح شكرا لك وشكرا على هذا الصباح. صباحكم مبروك وعيشوا مبارك. الله يحفظك. على خير شيخ فرح القرماعي مرة ثانية. صباحكم مبروك. بيض الله يعاونك. ميرسي بيض. Spider-Man.